دينار على 400 ريال كيلو حاجة. ما أن يحل شهر رمضان حتى يجد فيه الكثير من الشباب العاطل عن العمل فرصة ذهبية لا تأتي إلا مرة واحدة في العام، ويجب استغلالها في إحداث تغيير إيجابي يتمثل في العمل الشريف للحصول على مصدر للدخل خلال ما بات يعرف بالمهن الموسمية. بشكل شهر رمضان فرصة عمل جديدة لكثير من الشباب العاطلين عن العمل، وهذا ما يحسن من دخلهم المادي على الأقل في شهر رمضان الكريم. حاج علي شاب من أبناء المكلا وجد في يوميات الشهر الفضيل فرصة لكسب الرزق الحلال، وهو الذي يعاني كغيره من شباب المدينة كابوس البطالة رغم مرور سنوات على تخرجه من الجامعة. توفر لنا رمضان يعني فرصة للعمل ورزق مصدر رزقنا يعني، والحكومة صراحة ما وفرت لنا شيء اشغال يعني، الحمد لله احسن فرصة معنا رمضان يعني. شفت كيف يا اخوي؟ الحمد لله يعني على كل حال يعني مصدر رزق الا مستمر والحمد لله على كل حال. حاج ليس الشاب الوحيد الذي يجد في رمضان متنفسا للعمل بعد اشهر طويلة من البطالة، فهنالك الكثير من اقرانه ممن يؤمنون بالمثل القائل اذا فقدتم الامل فاخترعوه، حيث يفترش هؤلاء الشباب الأرصفة والشوارع لبيع المأكولات المتنوعة والملابس الشعبية والأواني المنزلية وغيرها من المنتجات والبضائع، وكلهم أمل في أن يوفروا دخلا ماديا لهم ولعائلاتهم التي تعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء الأحداث التي تعيشها البلاد. الحمد لله يعني الخير باسط والناس والأسواق زينة والكل عقول باقي طلب الله، والمكان مليان طبعا زي ما انتم شايفين نعمة لا اله الا الله هناك. ومع وشك انتهاء هذه الفرصة ورحيل شهر رمضان، سيكون على هؤلاء الشباب البحث عن سبل جديدة يستطيعون من خلالها الحصول على مصادر دخل شريفة تغنيهم وعائلاتهم الحاجة للآخرين. في بلد كاليمن تتزايد فيه معدلات البطالة وتضيق سبل العيش أكثر، تمثل هذه المهن الموسمية فوق نجاة للكثير من الشباب الذين أوصدت أمامهم الكثير من الأبواب. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.